بالنسبة طال عمرك للوالدة الوالدة عند طال عمرك أحد الأخوان و هل يجوز نعطيها من شو اسمه مساعدة ولا نعطيها من الزكاة ولا تسأل عن والدتك يعني يجوز تعطيها ولا ما تعطيها؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الوالدة هل يعطونها من الصدقة من الزكاة أو لا يعطونها؟ أنا سمعته يقول أتصدق عليها وهي أمه. فنقول يعني كيف تتصدق على أمك وأنت كلك لأمك؟ أنت كلك أنت ومالك لأمك، أنت وأبناؤك لأمك، أنت وكل ما تملك لأمك أنت. فكيف تريد أن تصدق عليها؟ هي التي سبب وجودك في هذه على هذه البسيطة، هي التي كنت تكبر في أحشائها وتثقل عليها وهي تفرح بثقلك عليها، لأنها تعلم أن كل ما ثقل وزنك عليها كلما قرب الفرج وتراك بعينيها تراك أمامها. هي التي عانت من آلام الولادة وتعبت من آلام الولادة ثم نسيت كل هذه الآلام حينما ضمتك إلى صدرها. هي أمك التي هي أمك التي ربتك وكانت تسهر عليك وهي تتمنى حياتك. وقد يكون منا، لا أقول أنت، ولكن قد يكون منا الكثير ممن يتمنى زوال أمه أو أبيه. هي أمك التي كانت لديها حاسة استشعار لو اقتلبت في فراشك لاستيقظت من نومها وأتت إليك. ألا تتقي الله جل وعلا فتقول أتصدق على أمي؟ كيف تتصدق على أمك؟ أموالك كلها لو طلبت لها أمك فهي تحت أقدامها، وهي لا تساوي شيء عند أمك ولا تساوي شيء عند طلب أمك. أموالك كلها رهن إشارة أمك، أموالك كلها والله لا تساوي طلقة من طلقات أمك، أموالك كلها والله لا تساوي غضبة من غضبات أمك. أموالك كلها تحت أقدام أمك ورهن إشارة أمك وتحت أوامر أمك، فكيف تقول أتصدق على أمي؟ أمك يجب أن تكون أنت الآن لديك زكاة، ومعنى هذا أنك رجل غني، لديك إمكانية الصدقة، ومعنى هذا أنك رجل غني، لديك الإنفاق، ومعنى هذا أنك رجل غني. يجب أن ترفع أمك عن حاجتها إلى الصدقة. كيف تجعل أمك تقبل الصدقة؟ كيف ترضى على أمك تقبل الصدقة؟ كيف ترضى لنفسك أن أمك تعطيها صدقة؟ أمك تعطيها صدقة يا رجل، اتق الله جل وعلا. أقول هذا لمن اتصل ولغيره من الناس. هذه أمك التي يجب أن تقدمها على جميع الناس، جميع من كان عندك تقدمها، بل حتى على أبيك تقدم أمك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فاتق الله جل وعلا ولا تجعل أمك تأخذ الصدقة أو تمد يدك لأمك وكأنك أنت الأعلى وهي الأدنى. كيف يكون ذلك؟ إلا أنت الأدنى وهي الأعلى في علو البشر. فعليك أن تتقي الله جل وعلا وتحسن لأمك. تعال لأمك وقل لها هذا مالي وهذا حلالي وهذا ما أملك، خذي منه ما شئتي وأعطيني ما شئتي. أنت يا أمي مني علي بحلالي، مني علي بمالي، مني علي بممتلكاتي كلها. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وأقول ذلك لكل رجل ولكل إنسان، عليكم أن تتقون الله جل وعلا ولا تعاملون أمهاتكم وكأنهن فقيرات يأخذن الصدقات حتى من أبنائهم، يتمنين شيئا يتصدق به ابنها عليها. ألا نتقي الله جل وعلا؟ هذه أمهاتنا، حملتنا في أحشائها وولدتنا وتعبت في ولادتها وربتنا أجمل تربية، والله أنها تخرج من فمها الطعام لأنها تريد أن تعطيك إياه، ولا يوجد في البيت طعام مثل هذا الطعام، ومع ذلك وتتمنى أن تأكل هذا الطعام إلا أنها تتركه. رأينا كثير من الآباء يترك الفاكهة ويترك بعض الأطعمة من أجل أن يأكلها أبناؤه ومن أجل أن يستمتع بها أبناؤه. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وننظر لأبوينا نظرة حنان ونظرة حب ونظرة وفاء ونظرة عطف، بأن لا نأتي ونعطي أمنا صدقة. كيف يكون ذلك؟ عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تحسن إلى هذه الأم.
أقول ذلك لك ولكل من له أم على قيد الحياة. والله ثم والله لن تندم ولن تذوق الحسرة ولن تذوق الألم إلا حينما تفارق هذه الأم، حينما تدفن هذه الأم تحت الثرى، حينما تدفن هذه الأم في مقابر المسلمين، ثم تولي وتترك أمك، فإنك تحس بالفقد وتحس بالحنان وتحس بالفراغ العاطفي والفراغ الأسري. كم من أم جمعت أبناءها في بيتها، فلما ماتت تفرق الأبناء، لما ماتت صارت المشاكل في الأسرة، لما ماتت راح الأبناء في كل واد يهيمون، لما ماتت لا يرى الابن أخاه إلا بعد سنة أو سنتين. فعلينا أن نتقي الله، فوالله ثم والله أن هذه الأم هي أغلى ما نملك وهي أحب ما نملك وهي التي لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بها في دار رحمته وفي مستقر رحمته في جنات النعيم. علينا أن نتقي الله بأمهاتنا، علينا أن نتقي الله بأمهاتنا وبآبائنا. ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى أمهاتكم، خافوا الله جل وعلا. كم نفقدها كلمة جميلة وكلمة رائعة، كلمة جميلة ورائعة. أحبك يا أمي، أريدك يا أمي، اقتربي مني يا أمي. أين هذه العبارات؟ عبارات والله أنها تفرح الأم ولو كانت الصياط على ظهرها أن تسمعها. كم من أم تتمنى أن كم من امرأة تتمنى أن تسمع هذه الكلمة، ونحن عندنا أبناء يريدون أن يتصدقون على أمهاتهم وعلى آبائهم. فلنتقي الله جل وعلا، لنتقي الله جل وعلا. والله ثم والله لن ينفعك إلا قربك من الله جل وعلا وإحسانك لوالديك. فاتق الله جل وعلا وأحسن إلى والديك، أحسن إلى والديك حتى تفارقهم أنت، حتى تفارقهم أنت، لا أقول يفارقونك هم، حتى تفارقهم أنت. فاتق الله وأحسن إلى والديك. أيوة يا لكل من يسمعني أقول ذلك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ حسام في علمك، ونسأل الله أن يغفر لأمهاتنا كما ربونا صغارا ويجزيهم عنا خير الجزاء، وكل ما نقدم في هذه الدنيا لهم فهو قليل والله في حقهم، ولا يساوي كما ذكرتم طلقة من طلقاتها أثناء الولادة. طيب أنا